شو لك والله شو بدك ايش دوش خلاص قالت ابو مشتو عيب عليك والله عيب عليك لا ما خلصنا ما خلصنا هلا بس يجي زعيم بدي اخذ حقي انا وكامل مستحقي هدي يا ابو مشتو هدي انت اخوي معقول معقول لك هذا يا شيخي فوق ما تجي معي انت الثاني كمان عم تقول هدي لا ما راح هدي ابو مشتو يا حويت القمص والملح اللي بيناتنا عيني لا خلص هلا في اجي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته زعيم. تفضلوا يا رجال. احكي لنا شو عندك يا ابو مستو. يا ربي يا ربي عيني عيني يا زعيم عيني ابي ضربني على عيني هلا بدي حقي انا. لك ليش هيك عملت يا ابو فهد؟ يا زعيم الله وكيلك ابو مستو حبيب قلبي وعيوني انا ما بعمل له شيء. ما في شيء سفاته بالوردة. يعني بدك تقنعني انه الوردة عملت هيك بعينه؟ لا زعيم بس صراحة نسيت شيل الوردة المزهرية